منظمة بيتا منظمة ألمانية تساعد القادمين الجدد من العرب والسوريين إلى ألمانيا في تسيير أوراقهم القانونية لدى الدوائر الحكومية الألمانية وشركات تأمين فرص عمل إلى جانب تأمين دورات تدريبية. هذه المنظمة قدمت مساعدة لعدد كبير من السوريين في موضوع الاندماج في المجتمع الألماني من حيث تعلم اللغة وإيجاد فرص عمل مناسبة. المزيد في سياق هذا التقرير. يتدرب علاء على صيانة الدراجات الهوائية والتي قد تكون مهنة له في المستقبل. لم يخطر في بال علاء أنه سوف يمتهن صيانة الدراجات الهوائية قبل أن يأتي إلى ألمانيا لاجئاً، فلا وجود لمعهد في سوريا يعلم هذه المهنة كما يقول. وككل السوريين اللاجئين إلى ألمانيا، توجه علاء إلى مركز العمل جوب سنتر، وتم اختيار هذه المنظمة لتعليمه المهنة التي اختارها بهدف دمجه في المجتمع الجديد. أنا هون بشركة البيتا لي أسبوعين من جوب سنتر، حولني لهون وعم بتعلم هون تصليح البسكليتات. المنظمة التي تأسست منذ العام 2000 تختص بدعم القادمين الجدد وخاصة السوريين منهم، وتدفع نحو دمجهم في المجتمع الجديد بتعلم اللغة وإيجاد فرص عمل والتدريب على مهن مختلفة يدوية وغيرها. يعمل لافي في المنظمة وهو المسؤول العربي عن قسم اللاجئين في المنظمة التي اختصت بشؤونهم منذ العام 2015. بيتا هي مؤسسة نفعية غير ربحية تأسست سنة 2000، ومنذ سنة 2015 نحن نعمل في شؤون اللاجئين، يعني خصصنا القسم العربي لشؤون اللاجئين. استفاد من هذا القسم سنويا بحدود 50 شخص كانوا يأتون للاستشارة الفردية، تقريبا 20% نساعدهم طبعا في مسألة اللغة، التطور اللغوي، نساعدهم في مسألة البحث عن سكن، نساعدهم في مسألة التعامل مع الدوائر والمكاتب الألمانية. قد لا تجمع اللغة بين الوافدين للمنظمة والمسؤولين عنها، ولكن يجمعهم هدف الاندماج والإنسانية كما يقول القائمون على المنظمة. Die Beta GmbH ist ein freier Träger der Jugendhilfe und ein Beschäftigungsträger. Wir bekommen Gelder von den Jobcentern in Berlin. الناس الذين يأتون إلى منظمة بيتا نتحدث معهم ونتعرف على متطلباتهم، وبعد ذلك نساعدهم بأشياء مختلفة، مثلا البحث عن شقة أو البحث عن فرصة عمل. ولدينا موظفين يتكلمون اللغة العربية والإنجليزية والإيطالية وغيرها من اللغات. eine Wohnung zu finden oder einen Ausbildungsplatz, einen Integrationskurs oder eine Arbeit. لا يعرف السوريون راحة حتى بعد وصولهم إلى بلدان اللجوء. ينحتون في الصخر كما يقولون لإيجاد مكان جديد لهم في مجتمع بعيد كل البعد عن مجتمعهم السابق. بين الحياكة والرسم والمهن المختلفة يرسمون طريقا جديدا لنسيان ما هربوا منه، ولجأوا إلى هذا المكان بحثاً عن الاستقرار الذي ينشدونه. عم حاول دور على شغل، دور على بيت. الأمور صعبة شوي علينا لأنه نحن اللغة غريبة شوي علينا لسه. أنا خلصت البي أينز وعم بعمل بيت سفاي، رغم هيك الموضوع لسه صعب علي. فعم بسأل عن المنظمات اللي بتساعد. سألت واحد صاحبي فقال لي في منظمة اسمها بيتين، واجيت قابلتهم، اخذت من عندهم طلب ورحت على الجوب سنتر ووافقوا لي عليه، واليوم كانت عندي اول مقابله معهم. يحاول السوريون حياكه حاضرهم وفق الامكانيات التي يمتلكونها، لكن يبقى السؤال الذي يراود الكثيرين منهم: ما هو المكتوب لهم؟ وهل سيعودون الى بلادهم ام كتب عليهم البقاء لاجئين؟